Wait, hold on, boss. لأن مسرحية غير محددة بزمان معين، The Middle Beast الشارع الأوسط لجوديح بتعود على الخشبة بعد 11 سنة من العرض الأخير. جربت أشتغل على الشخصيات من القصص اللي أنا عايشها ومن أسئلة سألتها. من نحن وصغار نسمع مسلم مسيحي، من نحن وصغار نسمع فلسطينية وسورية وإسرائيلية. هيدي بيئة أنا عشت فيها، إن كنا مع أو إن كنا ضد، إن كنا حبينا أو إن كنا قتلنا ضد نهج معين أو عقيدة معينة أو تمسكنا إذا بدك جغرافيا أو فكريا أو ثقافيا بمعتقدات معينة. هيدا اليهودي اللي أنا عم مثله هو يهودي متعصب. البرسوناج اللي عم بعطيه أنا عم ببرز النواحي الكتير مزعجة بهالجماعة اللي بيفكروا حالهم أذكياء، بيفكروا حالهم أقوى من غيرهم، بيفكروا حالهم إنهم عندهم حقوق وغيرهم ما عنده حقوق. هيدي شغلة بكرهها مثل ما بكره الشيطان، فأنا عم بجرب أديها بأحسن ما بقدر. من 2003 بنيويورك لل 2008 بلبنان، واليوم الصراع اللي بيعرضه جوديح بالمسرحية ما قرب يخلص. عن ثلاث شخصيات من الأديان السماوية الثلاثة مرتبطين بحنكة بتجسد واقع المنطقة. هيدي أول مرة بلعب هيك كاركتر، عم بلعب بلغة غير لغتي ومغيرة صوتي ومغيرة أكسنت، وحتى الاتيتيود كتير غير عن ما أنا طبيعتي. بقى هيك شوي تشالنج، الدور منه كبير بس فيه هيك it's very different. كاركتر تبعي نوعا ما يلي اسمه بوب represents the land يلي عم تخينه عليه، يعني رأسا مثل أول شيء كأنه كيف لما يجوا they come in peace، بيجوا بيفرجوا انه هن كل شيء منيح، شوي فجأة بوم بولعوا المنطقة، بيقسموا الشعوب، بيقسموا الطوائف، بيقسموا المناطق. The Middle Beast الشارع الأوسط عم تعيد سرد واقع عم نعرفه وبذات الوقت منجهله، عن صراع بحسب جو ديح وفي حال كهمة فائل مستمر لبعد 6000 سنة. The Middle Beast كل خميس جمعة سبت وأحد على مسرح مونو. Stop, sir, one more time.